بهدف التحسيس من مخاطر التسممات الغذائية التي انتعشت مؤخرا في بعض المؤسسات التربوية وحفاظا على صحة المتمدرس، نظمت مديرية التربية لولاية سعيدة وبالتنسيق مع مديرية التجارة يوما توعويا للحد من الظاهرة لتحسيس وإعلام العاملين في المطاعم المدرسية بضرورة الوقوف على تحسين الوجبة الغذائية بالنسبة للطفل. يبقى من الضروري القيام بنشاطات تحسيسية كي يتم تنبيه في كل مرة على بعض السلوكات التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. إذا مثلا في اليوم هذا هو كان مبرمج لتحسيس مسيري المطاعم. كان نتيجة اللقاء هو التحذير من التسممات الغذائية، الوقاية من التسممات الغذائية، والعمل على تقديم وجبة صحية غذائية بالنسبة للطفل. اللقاء التحسيسي لقي تجاوبا كبيرا داخل الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ الذين اعتبروه فرصة لتدارك مشاكل الوجبة المدرسية. اليوم رانا نحضر هذا اللقاء التحسيسي وإعلامي حول مخاطر التسمم الغذائي في الوسط المدرسي، ورانا شاركنا في هذه الندوة الولائية اللي تنظمتها مديرية التجارة بالتنسيق مع مديرية التربية ومفتش التغذية المدرسية، ورانا استفدنا يعني من التوجيهات تاع الناس اللي هم قائمين على هذه الندوة. وتبقى مراقبة الأغذية وتوفير النظافة إحدى الركائز الأساسية لمحاربة التسممات الغذائية التي أصبحت اليوم تهدد تلاميذ المدارس وتنسف بالصحة المدرسية.